2015 تاريخي. سدحاء يمسحون شعره سدحاني هيك زيت تعال تعال هنا يا بوسع تعال الناس و وبالنسبة للأخوة المشايخ الحاضرين الآن معنا الذي حضروا والذي اكتملت فرضهم وتم تكفيرنا بالحضور عنهم أن يسجل أسماء وتوزيعات الجماعة وأن نعتبر الجميع من اللجنة التأسيسية للتكتل محمد. واحد، التكتل هذا تكتل قبلي اجتماعي مستقل يمثل جميع أبناء المحافظة ويعنى بإنصاف بقضاياهم ويهتم بحل مشاكلهم. اثنين، يدعو تكتل قبائل محافظة إب جميع أبناء المحافظة خاصة وجميع أبناء اليمن عامة إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بها والمساس بها. ثلاثة، على السلطات المحلية والدستورية تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي وإدارة مؤسسات الدولة وتوفير جميع المتطلبات المعيشية والصحية.